بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الأول لمقرر هندسة برمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم يعني إيه هندسة برمجيات وإيه أهمية هندسة البرمجيات. تعالوا نشوف مع بعض. بنقول software engineering، هندسة البرمجيات يعني إيه يا جماعة هندسة البرمجيات؟ بنقول إيه؟ بنقول إن هندسة البرمجيات هي أحد فروع الهندسة، يعني هي أحد فروع الهندسة، يعني زيها بالظبط زي الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، مش كده؟ اه، وفي برضه هندسة اسمها هندسة البرمجيات، أحد فروع الهندسة. معايا؟ وبتهتم بإيه بقى؟ تهتم بجميع مظاهر إنتاج السوفت وير. يعني من أول ما يبدأ إنشاؤه لغاية ما إيه كمان ينتهي ويحصل له تيستنج وتطوير كمان. خلاص؟ يبقى ده معناه إيه؟ هندسة البرمجيات. نقول مع بعض إن هي ها أحد فروع الهندسة. مكتوب هنا يا جماعة مع بعض، يلا. سوفت وير إنجينيرينج is an engineering discipline، هي أحد فروع الهندسة. That is concerned with، مهتمية ب all aspects of software products، جميع مظاهر تطوير ها وإيه السوفت وير. طيب من أول الـ early stages اللي هي المراحل الأولانية لغاية ما يحصل له maintaining، صيانة، مش كده؟ أه، وتطوير طبعًا. جميل. هنا بقى بيعرف لك ان الانجينيرنج ديسيبلين يعني ايه فروع الهندسه، ان فروع الهندسه ديت بتبقى مبنيه على نظريات واسس وطرق لحل المشاكل المحدده، مش كده؟ اذا عايز اقول لك ان الموضوع هيبقى فيه ايه؟ في نظريات، في طرق، في منهجيات. يعني احنا بننشئ السوفت وير بطرق وباساسيات وبايه؟ وبنظريات. جميل؟ اه، هناخد ان شاء الله الكلام ده كله بالتفصيل واحده واحده. طب وايه كمان؟ ها، ومراحل تطوير السوفت وير بتبتدي من اول التصميم، وانت عايز تعمل ايه في السوفت وير بالظبط، وعايز ايه تكونه ازاي، لغايه مرحله مين يا جماعه؟ لغايه مرحله الانتهاء. معايا؟ والتستنج والتطوير. جميل. ده بيقول all aspects of software production، من الاول، من اول مرحله حتى اخر مرحله. طيب تعال نشوف مع بعض ايه اهميه السوفت وير انجينيرنج. طبعا يا جماعه بلا شك، بلا شك ان السوفت وير داخل في جميع حياتنا، صح؟ مش كده؟ في كل مظاهر الحياه، كل مظاهر الحياه. جميل. اه، دلوقتي كل المنتجات وكل الماشينز اللي موجوده والالات في اي مكان في اي مصنع كله بيعتمد على مين؟ ها، على السوفت وير. يبقى يهمنا ايه بقى؟ يهمنا احنا بقى كسوفت وير انجينير بقى، يهمك ايه؟ يهمك، يهمني ان انا انتهج طرق ومنهجيات، مش كده؟ واساسيات، بحيث احصل على هذا السوفت وير بطريقه سريعه واقل تكلفه، مش كده ولا ايه؟ فعلا معايا يا جماعه؟ لازم تشاور على النقطه دي، تقول ان انا يهمني جدا انتاج السوفت وير لانه اصبح في جميع مظاهر الحياه، ويهمني كمان ان المنتج ده يكون انتجه بسرعه واقل تكلفه، مش كده؟ اه، خلي بالك بقى، بنقول اهو احنا هننتج الكلام ده بريديوس ريلابل اند ايه تراست وورثي. ها، تراست وورثي ايه؟ ها، ايكونوميك سيستمز، مش كده؟ اند كويكلي. جميل. معايا؟ وايه كمان يا جماعه؟ خلي بالك بقى، يعني قلت لك انك انت هتنتهج طرق ومنهجيات، ها، في التصميم، يعني مش اي حاجه كده، مش نصمم وخلاص ونرمي وخلاص، لا، لازم يبقى في منهجيه وطرق، ها، فعاله عشان اخد ايه؟ اخد السوفت وير دوت واطلعه بايه؟ ها، اقل تكلفه وبسرعه. طيب انت هتسالني سؤال، ليه يعني ليه منهجيات وطرق؟ ما ينفعش كده اعمل برنامج وخلاص وكده طلع؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لانك انت لو عملت برنامج وطلع ها للنور هيطلع في ايه؟ اخطاء اكيد، ما دام ما فيش فيه منهجيه، صح ولا لا؟ جميل. طالما طلع فيه اخطاء، وايه هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تعدل اخطائك من جديد، وهكذا يطلع اخطاء تانية لانك انت عامله ملوش منهجيه، ملوش قواعد، ملوش اسس. معايا؟ تقوم انت عامل ايه؟ تقوم مطوره من جديد وعامل تغييرات فيه من جديد. خلي بالك بقى، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاحسن انك تنتهك طرق ومنهجيات في الاول، او فرضك من انك انت تعمل برنامج ملوش اي اساسيات وتقعد تغير فيه وتطور فيه بصوره مستمره. اوفر لك في الوقت واوفر لك كمان في الكوست، في التكلفه. معايا يا جماعه؟ اه، خلي بالك بقى من النقطه دي، احنا ليه بننتهج منهجيات؟ علشان النقطه دي بالذات. تعال نشوف مع بعض كده. It is usually cheaper in the long run to use software engineering methods and techniques. اه، بقول لك انت احسن لك واوفر لك على المدى الطويل انك تنتهج الطرق اللي احنا هنقول لك عليها دي دلوقتي في المنهج، مش كده؟ ليه؟ احسن ما تعمل برنامج من غير طرق ومن غير منهجيات، من غير اي حاجه كده، وفي الاخر تبدا تعدل وتطور، وتعدل وتطور هتاخد منك وقت اكتر وتكلفه اكتر، مش كده؟ for the software system rather than just بقى just write the programs as if it was a personal programming project. معايا يا جماعه؟ فهمنا النقطه دي؟ جميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.